السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفقرة إن شاء الله غادي نشوفوا أوضاع نسبية للمستقيم بي المستقيم وثلاثة، يعني مستقيم وكورة. إذا الحالات اللي كاينين، إما يكون المستقيم الفيلكة بحال كوا كيقطع فيه نقطتين كيكون داخل وسط، علاش؟ حيت الفيلكة خاوية، يعني كيحير النقط الفوقانية كيكون كيتقاطعو في نقطتين أ و بي، ولا يكون مماسلة يعني كيقطع في نقطة، ولا ما كيتقاطعوش كيكونوا بعاد. إذا إلا بغينا نشوفو التقاطع ديال الفيلكة إس اللي تكون إس فيلكة مركزها أوميغا وشفعة وحر، ودي مستقيم من الفضاء وأرض مسقط العمودي للنقطة أوميغا على المستقيمة على المستقيم دي. بون، هاد التقاطع كي مرتبط بالمسافة أوميغا إش، أوميغا حتى إش، حيت إش هو المسقط العمودي ديال أوميغا على المستوى على المستقيم دي. بون، كاين ثلاث حالات. إذا كان المسافة أوميغا إش صغر من إر، هاد المسافة أوميغا إش، من بعد يلا غنسميوها المسافة بين أوميغا والمستقيم ب. في الفقرة الأخرى كاع في الدرس غنسميوها المسافة بين نقطة أوميغا والمستقيم ب. إذا كانت هذه المسافة صغر من إر، فإن الدي يقطع إس في نقطتين أو بي. إذا كيكون حركة، يعني حققت المسافة من أوميغا لإش اللي هو المسقط العمودي، إش هو المسقط العمودي لأوميغا المستقيم ب، كيكون هذه المسافة صغر من الشعاع، هنا كيتقاطعو في نقطتين أو بي. غنشوفو كيفاش كنحدوهم. إذا كانت المسافة أوميغا إش تساوي إر، أوميغا إش هي تساوي إر، غادي تقاطعو في نقطة وحدة هي إش، كيتسمى المستقيم دي مماس للفلكة. إذا كانت أوميغا إش تساوي إر، فإن دي مماس للفلكة إس، أي أن دي قطع الفلكة إس في نقطة واحدة هي إش، حيث إش هي المسقط العمودي. إذا كان أوميغا إش كبر من إر، فإن دي و إس لا يتقاطعان. إذا بحال الحالات، المسافة من أوميغا المسقط العمودي كبر من الشعاع، المسافة من لهنا كبر من الشعاع، إذا كيكون المستقيم بعد من الفلكة، إذا ما كيتقاطعوش. إذا بصفة عامة، كيفاش كنحدو التقاطع ديال الفلكة مع مستقيم؟ إذا كان دي مستقيم تمثيلو بارامتر إكس يساوي إكس زارو زائد تي أن بريم، إكراك يساوي إكس زارو زائد تي بي بريم، وزاد يساوي زاد زارو زائد تي سي بريم، وكانت عندي الفلكة المعادلة ديالها إكس ناقص أ مربع زائد إكراك ناقص بي مربع زائد زد ناقص سي مربع يساوي أ مربع، هاد إكس كنعوضها بهاد القيمة، هاد إكراك كنعوضها بهاد القيمة، هاد إكراك يعني نعوضها بهاد القيمة، زاد كنعوضها بهاد القيمة. إذا راه تولي عندنا هاد الشيء كامل، تولي عندنا معادلة لدراسة التقاطع المستقيم دي والفيلكة إس حول هاد المعادلة. هاد المعادلة غادي يبقى فيها غير مجهول واحد هو تي، غتعطينا معادلة من الدرجة الثانية مجهول فيها هو تي، معادلة من الدرجة الثانية إما ما عندهاش حل يعني ما كيتقاطعوش، إما عندها حل وحيد غنلقاو القيمة ديال تي، من نلقاو القيمة ديال تي غادي نعوضو هنا ونلقى نقطة التقاطع، هذيك الساعة يتقاطعو في نقطة واحدة لأن عندها حل واحد. إما المعادلة عندها جوج حلين حقيقيين تي واحد وتي جوج، كنعوضوهم هنا وكنلقى الإحداثيات ديك نقطتين أ و بي. وغنشوفو التمرين وندوز التمرين، التمرين غادي يبان لنا هادشي سامبل. وغنشوفو هنا التمرين ودرس الأوضاع النسبية للمستقيم دي والفلكة إس في الحالة التالية، وحدد نقاط تقاطعهم، إلا حدد نقاط تقاطع، حدد التقاطع ديالهم إلا كانوا متقاطعين. وغندير شو غنديرو ثلاثة أسئلة باش كاع نديرو الحالات ندوزو عليهم. أولا الفلكة إس معرفة بالمعادلة ديكارتية ديالها، إكس ناقص واحد مربع زائد إكراك زائد جوج مربع زائد زاد زائد واحد مربع يساوي أربعة. ومستقيم دي معرفة بتمثيل البارامتر ديالو، إكس يساوي واحد زائد جوج تي، إكراك يساوي ناقص جوج تي، وزاد يساوي ناقص واحد. بون، نحل المعادلة ولا نهاد المرة نحل المعادلة نلقاو تي لتحديد تي. أش كنديرو؟ كنعوضو هاد إكس اللي كاين هنا نعوضها بواحد زائد جوج تي، غتولي عندنا واحد زائد جوج تي، إكس عوضنا باش بواحد زائد جوج تي ناقص واحد الكل مربع، زائد إكراك غنعوضوها بناقص جوج تي زائد جوج مربع، وزاد باش غنعوضوها نعوضوها بناقص واحد زائد ناقص واحد زائد واحد وكاري تساوي صفر. أوكي، غتبقى لنا هنا جوج تي وكاري، هنا ناقص جوج تي زائد جوج راه هي جوج ناقص جوج تي ماشي مشكل، تنطبقو هاديك جوج، وهنا زارو هنا تساوي أربعة، باغدون تساوي أربعة. عوضنا إكس بهاد القيمة، عوضنا إكراك بهاد القيمة، وعوضنا زاد بهاد القيمة، وناقصنا أربعة، إذن تساوي أربعة، يكافي، غتعطينا هادي أربعة تي أوكاري، هنا متطابقة هي جوج أوكاري أربعة، ناقص إثنان أ و بي هي 8 تي، 2 في 2 هي 4، في 2 تي هي 8 تي، زائد هذا العدد المربع هو 4 تي مربع،
يساوي 4. تبقى لنا 4 ت مربع زائد 4 ت مربع هي 8 ت مربع. عندنا ناقص 8 ت. هاد 4 تمشي مع هاد الواحد، 4 ناقص 4 تعطينا 0 يساوي 0. حنا دوزنا ليه ها ناقص 4 يساوي 0. نعملو ب 8 ت، عامل ت ناقص 1 يساوي 0. يكافي 8 ت يساوي 0 أو ت ناقص 1 يساوي 0. يعني يكافي إما ت 8 ت يساوي 0 يعني ت يساوي 0 أو ت يساوي 1. إذا لقينا جوج قيم ديال ت، إذا المستقيم عند دي وفي الكأس يتقاطعان في نقطتان. إذا في الكأس والمستقيم دي يتقاطعان في نقطتان أو بي، حيث ذاتية أ بغينا نسميهم أ ولا بي ولا اللي بغينا، تحدد بتعويض ناخذ تي يساوي صفر في هذه المعادلة ديال فتحة البارامتر المستقيم، إكس يساوي واحد زائد جوج تي، إكراك هو جوج تي، وزاد هو ناقص واحد، غنعوضو تي بصفر، نجد أن إكس يساوي واحد، إكراك يساوي صفر، وزاد يساوي ناقص واحد، إذا أ إحداثيات ديالها هما واحد صفر ناقص واحد، هي النقطة الأولى. أفصول واحد أرتب زيرو والعنصر ناقص واحد، وبي تحدد إحداثيات وراء بتعويض بتعويض تي القيمة الأخرى ديال تي يساوي واحد في يساوي واحد فين في التمثيل البارامتر ديال لما نلقاو القيم ديال تي نعوضهم في التمثيل البارامتر في إكس يساوي واحد زائد جوج تي، إكراك هو ناقص جوج تي، وزاد إكراك ناقص جوج تي وزاد هو ناقص واحد، إذا غنعوضو تي بواحد غنبقاو إكس يساوي واحد زائد جوج في واحد هي ثلاثة، إكراك يساوي ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج، وزاد يساوي واحد. إذا بي إحداثيات ديال بي هما ثلاثة ناقص جوج واحد، ثلاثة ناقص جوج واحد، إذا بي و إس يتقاطعان في النقطة نقطتين. راه لقينا الإحداثيات ديالها هما واحد صفر ناقص واحد، و بي تاهي لقينا الإحداثيات ديالها هما ثلاثة ناقص جوج واحد. بون دابا غنشوفو سؤال آخر، بون غنشوفو السؤال الثاني، باغي ندرسو الأوضاع النسبية ديال المستقيم عند دول في الكأس في الحالة التالية. عندنا ثانيا في الكأس معروفة بالمعادلة الديكارتية ديال إكس ناقص واحد مربع زائد إكراك ناقص جوج مربع زائد زد زائد واحد مربع يساوي ستة، وعندنا المستقيم دي معروف بتمثيل بارامتر إكس يساوي جوج زائد ثلاثة تي، إكراك يساوي 4 زائد تي، وزاد يساوي ناقص جوج زائد 5 تي. نحل المعادلة ذات المجهول تي، كنديرو كنعوضو إكس بهاد جوج زائد تي هنا، غتولي جوج زائد جوج تي، جوج زائد 3 تي باردون، ناقص واحد، عوضنا هاد إكس باش عوضنا بجوج زائد 3 تي، نفس الشيء إكراك غنعوضو 4 زائد تي. 4 زائد تي ناقص جوج مربع، وزاد باش غنعوضو بناقص جوج، ناقص جوج زائد 5 تي، ناقص جوج زائد 5 تي زاد، هذا بالزائد واحد مربع يساوي 6. نمشيو نحسبو شوية عندنا، إذن هادي غادي نحلو هاد المعادلة، عندنا جوج ناقص واحد هي واحد، زائد 3 تي مربع، عندنا 4 ناقص جوج هي جوج، زائد تي مربع، وعندنا خمسة تي
ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد لكل مربع يساوي ستة. عندنا المتطابقات، عارفين المتطابقة ديال أ زائد بي أو كاري، هي أ أو كاري زائد الثاني أ بي زائد بي أو كاري. عارفين المتطابقات ديال أ ناقص بي مربع، هي أ مربع ناقص اثنان أ بي زائد بي أس اثنان. إذا حنا غادي يعطينا واحد أو كاري واحد زائد اثنان في واحد ثلاثة هي ستة تي، حساب راه ساهلة، زائد ثلاثة تي مربع هي تسعود تي مربع، ثلاثة تي لكل مربع، هادي تي متطابقة، جوج أو كاري أربعة، زائد اثنان في اثنان هي أربعة تي، أربعة تي، زائد تي مربع، هنا عندنا أ ناقص بي مربع، هاد العدد مربع هو خمسة وعشرين تي مربع، ناقص اثنان في خمسة تي عشرة تي. في واحد يا ناقص عشرة تي، هذا بزائد واحد يساوي ستة، أوكي؟ غنمشيو اللي فيهم تي مربع، عندي تسعود تي مربع، زائد تي مربع هي عشرة تي مربع، وعندي خمسة وعشرين تي مربع هي خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين تي مربع، خمسة وثلاثين تي مربع، عندنا ستة تي زائد أربعة تي هي عشرة تي، ناقص عشرة تي غتحيد، عندنا هادو غادي يحيدو، أوكي؟ عندنا واحد زائد أربعة هي خمسة زائد خر واحد خر هي ستة تساوي ستة، وكافي خمسة وثلاثين تي مربع تساوي ستة ناقص ستة هي صفر، يعني خمسة وثلاثين تي مربع تساوي صفر، يعني تي مربع تساوي صفر، وكافي تي يساوي صفر، لقينا قيمة أخرى ديال تي، إذا مستقيم ديال تلك إس كيتقاطعو في نقطة وحدة، إذا تي و إس يتقاطعان في نقطة واحدة، أي أن دي مماثل في الكأس، ملي كيتقاطعو في نقطة وحدة كنسميو مماثل في الكأس، في النقطة نسميوها آش ولا اللي بغينا، في النقطة آش، حيث إحداثيات آش تحدد في تعويض شحال لقينا تي، لقينا تي يساوي صفر، فين غنعوضو تي يساوي صفر، هاد النظم في إكس يساوي جوج زائد ثلاثة تي، إكراك يساوي أربعة زائد تي، وزاد يساوي ناقص جوج زائد خمسة تي، إذا غنعوضو تي بصفر غنلقاو إكس هو جوج، إكراك هو أربعة، وزاد هو ناقص جوج، إذا دي يقطع اس في النقطة سمينا اش و سمينا اش، الأنصوب ديالها جوج، الأنصوب ربعة، والأنصوب هو ناقص جوج، ودابا غنشوفو سؤال آخر، هو السؤال الثالث والأخير، لما باغي ندرسو الأوضاع النسبية ديال المستقيم دي و تلك اس في الحالة الثانية، عندنا اس معروفة بالمعادلة الديكارتية ديالها، وعندنا دي معروفة بثنتين البارامتر ديالها، إذن أول حاجة نحل المعادلة ذات الجول تي، كنديرو كنعوضو هاد إكس اللي كاين هنا بربعة زائد تي، هاكتون عندنا أربعة زائد تي ناقص واحد كل مربع، هاد إكراك غنعوضوها ثلاثة زائد تي، غتبقى زائد ثلاثة زائد تي كل مربع، وزاد غنعوضوها بجوج غتبقى لنا جوج زائد اثنان يساوي واحد، إذا يكافئ غتبقى لنا أربعة قلنا هنا تي ربعة ناقص واحد هي زائد ثلاثة مربع، هنا ثاني زائد ثلاثة زائد تي مربع زائد أربعة اللي ربع ناقص واحد تساوي صفر، هنا متطابقة هي تي مربع زائد اثنان تي في ثلاثة هي ستة تي زائد ثلاثة مربع هي تسعود، هذه تي بحالها يعني تعطينا تي مربع زائد ستة تي زائد تسعود، هذا باش ربعة ناقص واحد زائد ثلاثة تساوي صفر، إذا تعطينا تي مربع زائد تي مربع هي جوج تي مربع، عندنا ستة تي زائد ستة تي 12 تي، وعندنا تسعود زائد تسعود هي 18 وثلاثة هي 21 تساوي صفر، إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية غنديرو ضربة، عندنا أ هي
هي جوج طبعا نحلوا المعادله في ايره بي هي 12 سي هي 21 عندنا دالطا هي بي مربع ناقص 4 سي بي مربع هو 12 مربع ناقص 4 جوج في 21 إذا تعطينا 144 ناقص عندنا 40 164 أما 22 42 في 4 سمحوا لي نحسب 78 68 168 إذا تعطينا شي 4 24 ناقص 24 إذا لدينا دالطا سالبة إذا دام ينفع المعادلة ليس لها نسميو هاد المعادلة نسميه هو واحد ولا شي حاجة ليس لها معادلة واحد ليس لها حل وبالتالي دي و اس مستقيم دي و تلك اس لا يتقاطع مكاينش تنقص تقاطع لا يتقاطع فهمتي كون حل الفكرة هنا المستقيم بعيد من هنا مكيتقاطعش بعاد فيه بعاد منا بزاف اوكي okay.